اسأله انت قول له شنو ليش انت كذي، فيقول لك هذه خلقة الله يعني، فيقول الحمد لله رب العالمين. حسين الراشد واحد من بين 150 حالة مسجلة حول العالم بإصابتها بمتلازمة روبرتس أو عدم اكتمال الأطراف. ما خلينا في البيت، لا أي مكان نطلع نروح ونجي لازم هو يكون ويانا، يعني مو مثل بعض الأهالي للأسف يعني. الطفل الذي لم يتجاوز 8 سنوات فاق الأصحاء بطموحه وإصراره، فاحتضنه الاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة. هم اقترحوا أنه يكون سباح، يعني تشكيلة جسمه تهيئ أنه يكون سباح. يمكن أول تمرينين أو 3 تمرينات كنت طبعاً وياه في البركة، ما واقف بس كده في البركة وحاط إيده على قلبي. يعني تقريباً 95% من ذوي الإعاقة ما يعرفون يسبحون، فهذا يسبب لهم خطر بجانب المسبح وداخل المسبح. وبهذه الكفاءة العالية التي أثبتها الطفل حسين، فإن مستقبلاً واعداً في انتظاره إذا ما تلقى الاهتمام والتدريب المثاليين. لا هو انولد كذا، عنده عملية واحدة بس، هذه كان في هنا مثل هذه موجودة هنا، بس عشان الطرف الصناعي حق الرجل الصناعية عشان تلبس بطريقة صحيحة تم إجراء العملية. يعني لجريدة الأيام عبد الله إلهامي.